السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بأصدقائي الصغار، اشتقت لكم كثيرا، عدنا مجددا في درس جديد للصف الثالث الابتدائي، مادة اللغة العربية، الفصل الدراسي الأول، وعنوان درسنا لليوم العودة إلى المدرسة، وما أجمل العودة إلى المدرسة؟ إذن نبدأ الآن باستعراض أهداف درسنا لليوم. 1- قراءة النص قراءة جهرية واضحة. 2- التعرف على الكلمة ومرادفها. 3- الإجابة عن الأسئلة شفويا. هل أنتم مستعدون؟ إذن نبدأ الآن بقراءة النص قراءة جهرية سليمة. هيا نقرأ. عدنا والشوق بأعيننا، وبذور الخير بأيدينا. عدنا وسنكمل رحلتنا، ودروب العز تنادينا. من بعد غياب جئناك، يا مدرستي ما أبهاك. لن نبلغ مجدا لولاك، يحميك الله ويرعاك. عدنا يا فجر فعد معنا، واملأ بالعلم مرابعنا. فالشوق له قد أرجعنا للدرس فأطرب مسمعنا. ممتاز، أبدعتم يا صغار. إذن هل أنتم الآن مستعدون للبدء بحل تدريبات هذا الدرس؟ إذن هيا نبدأ. التدريب الأول، أضع الرقم المناسب بين الكلمة ومرادفها. الكلمة مرادفها: 1- دروب، 2- العز، 3- مرابعنا، 4- أطرب، 5- أبهاك. أسعد مفردها مربع، منزل أو دار، مكان يقام فيه زمن الربيع. طرق الشرف، أحسنك أو أجملك. والآن لديكم يا أصدقائي مدة دقيقتان لحل هذا التدريب. كيف رأيتم حل هذا التدريب؟ إنه جميل للغاية. إذن لنرى الإجابات الآن. تحقق من إجاباتك أيها البطل، وأنت أيضا أيتها البطلة. إذن الآن لدينا كلمة دروب تعني طرق. ممتاز، رائع. كلمة العز تعني الشرف. ممتاز. كلمة مرابعنا تعني مفردها مربع، منزل أو دار، مكان يقام فيه زمن الربيع. أطرب تعني أسعد، وأبهاك تعني أحسنك وأجملك. وما أحسنكم أنتم يا أصدقائي، رائع، أبدعتم. الآن استعدوا إلى التدريب الثاني. أجيب عن الأسئلة الآتية ثم أقرأ الإجابة. السؤال الأول، من المتحدث في هذه القصيدة؟ السؤال الثاني، كيف عاد الطلاب إلى مدارسهم؟ لديكم الآن وقتاً مدته 4 دقائق للبدء بحل هذه الأسئلة. هل أنتم مستعدون؟ هيا نرى إجابات هذه الأسئلة. من المتحدث في هذه القصيدة؟ المتحدث في هذه القصيدة الطلاب. ممتاز، رائع، أحسنتم يا أبطال. السؤال الثاني، كيف عاد الطلاب إلى مدارسهم؟
عاد الطلاب بشوق إلى مدارسهم. رائع يا صغاري، أبدعتم جدا. لنرى الأسئلة التالية. 3. متى يطول غياب الطلاب عن مدارسهم؟ 4. كيف يرى الطلاب مدرستهم؟ 5. بماذا يدعو الطلاب لمدرستهم؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ هيا، لديكم الآن 4 دقائق. عدنا لنرى الإجابات. هيا، متى يطول غياب الطلاب عن مدارسهم؟ يطول غياب الطلاب عن مدارسهم في العطلة الصيفية. رائع، وهي عطلة جميلة جدا نستثمر فيها مواهبنا الجميلة. أحسنتم يا أبطال. كيف يرى الطلاب مدرستهم؟ يرى الطلاب مدرستهم بأنها أصل مجدهم وعلوهم. رائع، أبدعتم يا أبطال. السؤال الخامس، بماذا يدعو الطلاب لمدرستهم؟ وعلى ماذا يدل ذلك؟ يدعو الطلاب الله أن يحميها ويرعاها، وذلك يدل على محبتهم لها. أحسنتم يا أبطال، أنتم رائعون للغاية. هيا نكمل الآن بقية الأسئلة. ماذا ينتظر طلاب العلم في المستقبل؟ ينتظر الطلاب أن يملأ العلم طرقهم وبه تتحقق أحلامهم. ممتاز، أبدعتم، رائع. الآن اختاروا الإجابة الصحيحة. يطرب مسامع الطلاب كما ورد في البيت السادي، هو صوت الدرس أو صوت الجرس أو صوت الطلاب. لديكم الآن 1 دقيقة للإجابة. والإجابة هي صوت الدرس. ممتاز، رائع، أحسنتم يا أبطال. وبهذا انتهى درسنا لليوم. نراكم قريبا، وفقكم الله.